السعاد منذ ساعات صباح هذا اليوم، والاستهدافات متواصلة من قبل طائرات الاستطلاع التي تحلق على مستويات منخفضة في أجواء المحافظات الجنوبية. كان خلال الساعات أو الدقائق القليلة الماضية استهداف مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية الشرقية من محافظة رفح. هذا الاستهداف أدى إلى وقوع 3 من الشهداء، هم أطفال كانوا يلهون في هذه المنطقة الفاصلة ما بين محافظتي خان يونس ورفح، ما يرفع عدد الشهداء منذ ساعات فجر هذا اليوم إلى 10 شهداء إثر الاستهدافات من قبل طائرات الاستطلاع التي تسيطر بشكل كامل على محافظة رفح وتمنع المواطنين من الذهاب إلى المنطقة الشمالية أو إلى أي من المناطق في محافظة رفح. حتى هذه اللحظات هناك عدد أيضا من الشهداء في وسط وغرب محافظة رفح لا تستطيع طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم نظرا لخطورة الموقف واستهداف المباشر لطواقم الدفاع المدني من قبل طائرات الكواد كابتر التي تحلق على مستوى مستويات منخفضة في عموم محافظة رفح وتطلق النيران اتجاه كل من يحاول الدخول إلى هذه المحافظة التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل منذ بدء العملية العسكرية على المحافظة قبل 5 أشهر من الآن. هناك أصوات الانفجارات ما زالت تتعالى في وسط وغرب بالإضافة إلى شرق المحافظة. هذه الانفجارات ناجمة عن القصف المدفعي الذي يتواصل منذ ساعات صباح هذا اليوم من قبل المدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى تمركز لآليات الاحتلال في هذه المناطق وعمل والتي تعمل على عمليات كر وفر ما بين الفينة والأخرى بالاتجاه الشمالي الشرقي والشمالي الغربي من محافظة رفح. هذه العملية التي اعتدنا عليها كل يوم من قبل الآليات التي تتمركز في وسط وفي غرب المحافظة تحديدا في حي تل السلطان وحي يبنة. هنا من هذه الأحياء تنطلق آليات الاحتلال بالاتجاه الشمالي من المحافظة تحت إطلاق النيران والواب الكبير من قذائف المدفعية. حتى هذه اللحظات أصوات الانفجارات الناجمة عن عمليات نسف لمنازل المواطنين في حي الجنينة والبرازيل ما زالت مستمرة، بالإضافة إلى وجود عدد من المناشدات بضرورة إجلاء أو انتشال الشهداء من حي الجنينة تحديدا الذي وصل إليه المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية وتم استهدافهم بشكل مباشر من قبل طائرات الاستطلاع التي تعتبر هي أخطر الطائرات، هي وطائرات الكواد كابتر التي استخدمها الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر العام الماضي. نعم حتى هذه اللحظات في محافظة خان يونس سعاد كان هناك استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية على طول الشريط الشرقي للمحافظة. عدا عن ذلك هناك هدوء حذر يجوبه التحليق المكر لطائرات الاستطلاع في عموم محافظتي خان يونس ورفح سعاد. نعم شكرا لك الزميل طارق دحلان، كنت معنا على الهواء مباشرة من أمام مستشفى ناصر الطبي بخان يونس.